وعايزين نبدا لان امبارح كان معانا مش احنا امبارح او اول تقريبا كان معانا فقره عن كره القدم النسائيه وكنا بنتكلم هو ليه كره القدم النسائيه مش واخده حيز كبير او شهره كبيره رغم ان العاب القوه اللي بتشارك فيها النساء او المراه بتحصل فيها على رانكينجز وبطولات وميداليات كتيره جدا. فممكن ابدا معاكي من الناحيه دي وفكره مشاركتك في العاب القوه اصلا. في الاول كانت العاب القوة برضو ما كانتش منتشره يعني مؤخرا بدات ان يبقى في انتشار بسبب ان في لاعبين كتيره في ايفنتات متعدده بدات تطلع على المستوى الدولي بدات تعمل نتائج كويسه فالاعلام برضو ما كانش فيه توجه يعني او اهتمام باللعبه فمؤخرا لما لقوا ابطال كتيره جدا بداوا ان هم يعني يتالقوا في اللعبه فبداوا يهتموا باللعبه وده ساعد برضو اللعيبه ان هم يعني لما لقوا نفسهم ان هم بيعملوا مستوى كويس في البطولات ان هم يلاقوا تقدير اعلامي وكده فدي كانت حاجه كويسه بتحسن او بتفضل ان اللاعب ان هو يهتم يعني بالرياضه واللاعيبه بقى تحديدا لو هنتكلم عن السيدات كمان لان يعني برضو خلي بالك رياضه مش فاميلي للبعض او البعض مش مدرك طب ليه سيده او فتاه في العاب قوه مش في كل المجتمعات يعني المجتمعات المجتمع عندنا هنا في مصر هو متقبل فكره الرياضه المصريه عن مؤخرا يعني بدا يختلف ودي برضو حاجة بترجع للمعتقد بتاع الأسرة ذات نفسها إذا كانت هي بتهتم بالرياضة عامة ولا لا أيا يعني كانت نسائية أو ذكورية بس هي بترجع يعني هنا في مصر بيدعموا الرياضة النسائية وفي عناصر كتيرة جدا في رياضات مختلفة نسائية ومستواهم يعني مستوى باهر الصراحة في ألعاب مختلفة يعني. صحيح.